السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلبات صف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع حل وشرح كتاب جيم الوحدة الثالثة الدرس الأولاني والثاني. معاكم النهاردة مع حل تدريبات الجرامر والتدريبات العامة اللي على الدرس الأول والثاني. تعالوا نشوف يلا صفحة 122 بادئ لي بتدريبات على الجرامر. نمبر 1 بيقول لي they are travel to Europe next week for their holiday. طبعا عارفين إن R بيجي وراها verb plus ing فيبقى traveling. قلنا حبيبي ان ده شيء سوف يحدث في المستقبل، تم الترتيب. نمبر 2 بيقول the student is taking a quiz in the classroom tomorrow. طبعا حبيبي ال students جامعه بتاخد R ما تاخدش S. نمبر 3 بيقول we not work next week we are traveling to Paris. طبعا طالما احنا هنسافر لباريس يبقى احنا مش مرتبين ابدا ان احنا نشتغل، فاذا انا هقول we aren't وبعدين اجيب verb plus ing فيبقى working. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي what you doing tonight. طبعا هنا انا محتاج ار وبعدين what are you doing. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي I go to the park tomorrow I booked the tickets. انا حجزت التذاكر. طالما حجزت التذاكر يبقى انا كده رتبت، وطالما رتبت للشيء يبقى اجيبه مضارع مستمر، يبقى لازم اقول I'm going. ثاني I'm going ما غيرنيش كلمه tomorrow اجيب. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي we can't visit you we have a picnic next week. طبعا مش هنقدر نزورك يبقى احنا مرتبين نعمل حاجة تانية، عشان كده لازم اقول we are having a picnic. يعني احنا هنطلع في نزهة خلوية. تعال نشوف نمبر 7 بيقول she visit her grandma next Saturday she found her. طالما كلمتها يبقى كده رتبت، يبقى لازم اقول she is visiting. تاني she is visiting. تعال نشوف نمبر 8 بيقول where are they go this weekend. حبايبي are بيجوا ورا verb ing but where are they going. تعال نشوف نمبر 9 بيقول لي my dad fly to New York tomorrow he has booked the ticket. حجز التذاكر. اقول له طالما حجز التذاكر يبقى لازم اقول is flying. تاني is flying. تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي I clean my room after lunch I have arranged. طالما رتبت يبقى لازم اجيب مضارع مستمر، يبقى لازم اقول I'm cleaning يعني انا هنضف. تعال نشوف نمبر 11 بيقول my brother not stay home tonight is meeting his friends in the afternoon. طبعا هنا حبايبي هيقابل مين؟ اصدقائه، يبقى اذا مش هيقعد في البيت يبقى لازم اقول isn't staying يعني مش مرتب ان هو ايه يقعد في البيت. تعال نشوف نمبر 12 بيقول my mom is help me make a cake tomorrow. طبعا هنا مرتبه ان هي تعمل تساعدني في عمل الكيكه فاذا helping. طبعا ام از ورب يجي وراها verb plus ing. تعال نشوف نمبر 13 بيقول I leave tomorrow I have bought my train ticket. بقول انا اشتريت الايه؟ تذكرة. فقول I'm leaving. لازم اجيب هنا مضارع مستمر. تعال نشوف نمبر 14 بيقول we get married next July we have invited our friends. دعينا خلاص يبقى احنا رتبنا، يبقى لازم اقول we are getting. تاني we are getting. تعال نشوف نمبر 15 بيقول نوها meet her old friends next week it's arranged. It's arranged يعني تم الترتيب، فلازم اقول نوها is meeting. تاني حبايبي نوها is meeting. تعال نشوف نمبر 16 بيقول look my new friend coming over there. انظر من علامات المضارع المستمر، فلازم اقول is coming. تعال نشوف يلا نمبر 17 بيقول we build a new house next month we have arranged. طالما رتبنا يبقى تقول we are building يعني احنا هنبني، بس شيء تم الترتيب ليه. نمبر 18 بيقول we are start a new project next Sunday it's arranged. برضو تم الترتيب يبقى اقول we are starting. تاني we are starting. نمبر 19 بيقول where you go at that present. في الوقت الحالي يبقى لازم دي تبقى are. where are you فعل المساعد بتاعه are والفعل you والفعل في ing يبقى going. نمبر 20 بيقول Anas not play tennis now he is doing his work. هو ما بيلعبش تنس دلوقتي ده هو بيعمل الواجب، يبقى لازم اقول isn't playing. تاني isn't playing. تعال نشوف حبايبي يلا الأسئلة اللي على درس الصفات. تقول لي last week I played the guitar in two concerts she was a. يعني هي اللي لعبت يعني هي اللي سببت الدهشة، عشان كده اوعى تقول amazed، لازم تقول amazing يعني كانت مدهشة. the customers were pleased with the quality of service. يبقى هنا اللي بيشعروا بالرضا، عشان كده لازم اقول pleased صفة ايه. تعال نشوف نمبر 3 بيقول حسن is interested in watching football matches. هو اللي مهتم، فلازم اقول interested لان هو اللي بيشعر بالاهتمام. تعال نشوف حبايبي نمبر 4 بيقول I woke up unhappy yesterday. صحيت طبعا غير سعيد امبارح because I had a
دريم. طب الحلم هو اللي سبب الخوف، مرعب يعني، يبقى لازم اقول هنا حبايبي terrifying. تاني حبايبي terrifying dream يعني حلم مخيف. تعال نشوف نمبر 5، واللي taking deep breath يعني اخذ نفس عميق. help me feel more، هو بيقول لك feel اصلا، يبقى لازم هنا اقول حبايبي relaxed. relaxed بمعنى مسترخي او مستريح. تعال نشوف نمبر 6، واللي she was annoyed by her little sister. يعني اختي اللي بتضايقها، يعني هي اللي تشعر بالضيق، عشان كده لازم اقول annoyed. تاني لازم اقول ايه؟ annoyed. تعال نشوف نمبر 7، بيقول I started to get worried when they didn't arrive home. لما ما وصلوش البيت يبقى انا شعرت بالقلق، فعشان كده لازم اقول worried. خلي بالك بقلب الواي الاي اي دي. تعال نشوف نمبر 8، بيقول my little sister was scared to walk alone in the street. يبقى تشعر بالايه؟ بالخوف، يبقى scared صفه اي دي. نمبر 9، بيقول eating ice cream on a hot day is satisfying. طبعا انك تاكل ايس كريم ده شيء مرضي، هو اللي بيسبب الرضا، فلازم اقول حبايبي satisfying. تاني satisfying يعني شيء مرضي. هنشوف نمبر 10، بيقول هي از ا بور بيرسون اي دونت لايك تو ليسن تو هيم. خلي بالك بقى ما بحبش اسمع له، يبقى هو ممل، مش هو اللي يشعر بالملل، يبقى اذا لازم اقول بورينج بيرسون. تعال نشوف نمبر 11، بيقول اي واز سربرايزد تو سي ماي كازن ذيس مورنينج بيكوز اي ثوت هي واز ان كايرو. طبعا انا كنت فاكر ان هو في القاهره، فكنت مندهش، انا اللي اشعر بالدهشه، فيبقى سربرايزد. تعالوا يلا نشوف نمبر 12، بيقول هي واز تايرينج افتر بلاينج اول داي ان ذا هوت سان. طبعا هو كان يشعر بالتعب، فلازم اقول حبايبي تايرد. تعال نشوف نمبر 13، بيقول اي واز فيري فرايتن وين اي سو ذا دوج. انا شفت الكلب يبقى انا اللي خايف، عشان كده لازم اقول frightened. تاني حبايبي اسمع frightened. نمبر 14، I was disappointed to hear that the community center was closing. سمعت ان مركز الايه، المركز المجتمعي ده ماله مغلق، فانا شعرت بالاحباط، عشان كده لازم اقول disappointed، ازود لها ايدي. تعال نشوف نمبر 15، بيقول ايه the instructions، التعليمات for my new coffee machine بتاعت الكوفي ماشين are really confused. طبعا عمر ما التعليمات هتكون مرتبكه ومتحيره، امال هي اللي محيره، هي اللي مربكه، عشان كده لازم اقول confusing، لانها هي اللي بتسبب ايه يا حبايبي؟ هي اللي بتسبب الارتباك. تعال نشوف نمبر 16، بيقول villagers are exciting to hear about the plan. اذا هم كانوا يشعروا بالحماس، فاذا لازم اقول excited مش exciting. نمبر 17، بيقول she was shocked by the news، هي اللي تشعر بالصدمه، فعشان كده هقول shocked. تعال نشوف نمبر 18، بيقول محمد صلاح is an amazed footballer. طبعا محمد صلاح هو اللي سبب المتعه، عشان كده هقول amazing. تاني هقول amazing. تعال نشوف نمبر 9، بيقول لي the cat was frightened when it saw the dog. بيقول لي لما شافت الكلب اكيد كانت خايفه، هي اللي تشعر بالخوف هنا. تعال نشوف نمبر 20، بيقول لي the football match was very exciting. هقول له لا، هو اللي بيسبب الاثاره، فعشان كده هقول exciting. طبعا هشيل ايه واحط اي ان جي. تعالوا يلا نشوف التدريبات اللي عامله على الجرامر. صفحه 125، بيقول لي اي ميت مصباح ات ذا ايربورت ات 5. يبقى انا هقابل مصباح في المطار الساعه 5، فلازم اقول اي ام ميتنج، يعني انا مرتب اي ام ميتنج. تعال نشوف نمبر 2، بيقول لي دونت بي فرايتن ذا دوج وونت بايت يو. الكلب مش هعضك، يبقى عايز اقول لك ما تخافش، ما تشعرش بالخوف، يبقى فرايتن. ذا ماتش ووز بورد سو اي ستوبد واتشنج. طالما توقفت عن مشاهدته يبقى هو كان ممل، مش يشعر بالملل، فعشان كده هقول boring. I play tennis with my friends next Friday. Everything okay. كل حاجة تمام، كل حاجة مترتبة، يبقى لازم أقول I am playing. I am playing. تعال نشوف نمبر 5، واللي هند likes reading exciting stories. طبعا القصص المثيرة اسمها exciting stories. هنشوف نمبر 6، بيقول our class visiting a museum next week. Our teacher has booked the bus. او بس طبعا هو حجز خلاص الاتوبيس، فلازم اقول our class is visiting. تاني our class is visiting. تعال نشوف نمبر 7، بيقول why are you looking so، انت شكلك كده تشعر بالقلق، عشان كده لازم اقول worried. حالي بالواي الاي اي دي. نمبر 8، بيقول we get married in June. It's arranged. تم الترتيب، يبقى لازم اقول we are getting married. هنتزوج. نمبر 9، بيقول the journey was really tired. طبعا الرحلة بتكون متعبة، هي اللي بتسبب الإرهاق، فعشان كده هقول tiring. تعال نشوف نمبر 10، بيقول the government build our new school next summer. Everything has been arranged. كل حاجة اترتبت،
لازم اقول the government is building. لازم اجيبها مضارع مستمر. نمبر 11 بقول له I was interesting in knowing the truth. انا كنت مهتم، يبقى لازم اقول interested. interested يعني اشعر بالاهتمام. نمبر 12 بيقول لي بسمله come back next Tuesday. I can't wait to see her. طبعا هي مرتبه ان هي تيجي الثلاث اللي جاي، يبقى لازم اقول is coming. تاني is coming. تعال نشوف نمبر 13 بيقول لي the museum is a maze. There are so many old things in it. All things here يعني في حاجات قديمة كتير هنا، فيبقى هو amazing، هو اللي بيسبب الدهشة. هنشوف نمبر 14 بيقول the goats were very frightened when they saw the lion. هما شافوا الأسد يبقى هما اللي خايفين، يبقى frightened. تعال نشوف نمبر 15 بيقول we can't visit you, we meet some friends after work. طالما مش هنقدر نزورك يبقى احنا مرتبين نعمل حاجة تانية، يبقى are meeting. تعال نشوف يلا نمبر 16 بيقول the result of the exam was disappointed. نتيجة الامتحان كانت مخيبة للأمال، عشان كده مش هحط ايدي، لا انا هحط ing disappointing، هي اللي بتسبب. خلاص نمبر 17 بيقول she go to the dentist on Thursday. طبعا المواعيد بتاعة الدكاترة بيبقى متحددة قبلها ومترتب ليها، فعشان كده لازم اقول she is going. تعال نشوف نمبر 18 بيقول I was excited to watch the new film last night. طبعا هنا انا اللي كنت excited، عشان كده لازم اقول ايدي. تعال نشوف نمبر 19 بيقول لي I fly to Paris for a holiday soon. I have got a plane ticket. مع التذاكر يعني معناها رتبت، يبقى لازم اقول I am flying. تاني حبايبي I am flying. نمبر 20 بيقول لي today's English lesson was very interested. I learned a lot. طبعا هو اللي كان ممتع. خلاص عشان كده لازم اقول interesting مش interested. تعالوا حبايبي يلا نشوف التمرينات العمل لصفحة 127. قولي جانا اند نوها ار توكينج اباوت ذا ديسنت لايف انيشيتيف. بيكلموا عن مبادرة حياة كريمة. فنوها بتقول لها هاي جانا وات ار يو دوينج، بتعمل ايه؟ قالت لها هاي نوها وردت عليها. فسألتها سؤال، قالت لها اتس اباوت، يعني هي عن ذا ديسنت لايف انيشيتيف، يعني مبادرة حياة كريمة. فسألتها سألت لها it's a plan to improve the quality of public services in rural areas. Do you mean it will help people in the villages to have better health care, education and the other services؟ يعني تقول لها انت تعني ان هي هتساعد الناس في القرى ان هم يبقى عندهم رعاية صحية وتعليم وكمان خدمات اخرى؟ اكيد هتقول لها ايه. قالت لها can I read it when you finish it، يعني ممكن اقراها لما تخلصيها. طبعا هنا عادي بقى، يعني ممكن تقول لها I'm reading. تقول لها what are you doing؟ هتقول لها I'm reading، يعني انا اقرا an article، يعني مقالة. خلاص فبتقول لها it's about the decent life initiative، عن مبادرة حياة كريمة. يبقى اكيد هتقول لها what، وتبدل is it about، هي عن ايه؟ فقالت لها مبادرة حياة كريمة. فبتقول لها it's a plan to improve، هي خطة. بدأت تشرح لها ايه هي خلاص مبادرة حياة كريمة دي. خلاص يبقى عادي جدا ممكن تطلب توضيح، يعني تقول لها what do you mean. عادي جدا ممكن تقول لها what does decent life initiative mean. تقول لها what is decent life initiative. خلاص ايه هي مبادرة حياة كريمة. فبتقول لها do you mean it will help people خلاص in the villages to have better health care education and other services. اكيد هتقول لها yes I do. can I read it when you finish it. اكيد هتقول لها of course، يعني of course بالطبع okay وهو كذلك. تعالى حبيبي نشوف يلا السؤال الثاني. عندنا كلمة plane يعني طائرة، community مجتمع، and ruler يعني ريفي، plan يعني خطة، nor يعني ولا. Will that decent life initiative is a great aid that helps people who live in A areas. طبعا قلنا مبادرة حياة كريمة دي is a great plan، وplan بمعنى خطة. That helps people who live in rural، يعني rural يعني ريفي، مناطق ريفية. It has made a difference يعني عملت اختلاف to our A، طبعا اكيد to our community.
للمجتمع بتاعنا. It aims to improve both public services A healthcare. بتحسن ده وده فينا both, فلازم اجيب معاها and تاني both and تاني حبايبي both and. طيب تعال نشوف, يلا السؤال الاول بيقول لي to A is to try to make people do something. تحاول تخلي الناس تعمل حاجة, يبقى كده encourage يعني انا بشجعهم. طب تعال نشوف يلا number 2 بيقول لي to A is to take a letter or an object to a place or a building. انك تاخد خطاب او حاجة لمكان معين, يبقى انت كده deliver, وdeliver معناها توصل. طيب تعال نشوف يلا number 3 بيقول لي our community has many A. We have some great shops, عندنا محلات, places to go to, أماكن تروحها, like the library, شكل المكتبة. دي طبعا حبايبي اسمها facilities, و facilities يعني مرافق أو تسهيلات. تعال نشوف number 4 بيقول لي the students here have done something important, يعني الطلبة هنا عملوا حاجة مهمة جدا. They have made a good A, يبقى أكيد طالما عملوا حاجة مهمة يبقى عملوا إنجاز, وإنجاز يعني achievement. Number 5 بيقول لي we add the prefix A at the beginning of a word able to give an antonym. able يعني قادر, طب عشان يخليها غير قادر او معاق اكيد هقول this عشان تبقى disabled. واللي وريه can repair his bike, the antonym of the word repair, عايز عكس كلمة repair, قلنا repair دي معناها يصلح, طب عكسها damage, وdamage معناها يتلف. طب تعال نشوف الاخطاء بيقول لي 5 مليون new jobs, 5 مليون وظيفة جديدة is an amazed achievement, طبعا ده انجاز عظيم رائع فلازم اوصفه ان هو amazing ing طبعا. هنشوف نمبر 2 بيقول لي ماهي was surprised to see the pyramids for the first time, طبعا هي اللي كانت تشعر بالاندهاش عشان كده هقول surprised. هنشوف نمبر 3 بيقول لي I can see you tomorrow, مش هقدر اشوفك بكرة, يبقى زي ما خطط اعمل حاجة تانية عشان كده لازم اقول I am playing حتى من غير ما اكمل حبايبي. I'm playing football with my friends. We have arranged. حتى هو قال لك احنا رتبنا. Number 4 بيقول لي he meets his uncle at the airport at 5 o'clock tomorrow. أكيد he is meeting. يعني هو مرتب. حدد لي الوقت بالظبط. Number 5 بيقول لي the kids الأطفال were boring during the long car ride with nothing to do. طبعا هم اللي يشعروا بالملل فأكيد هقول bored. تعالوا نشوف يلا الـ challenge questions, الأسئلة اللي فيها تحدي. بيقول رامي feels frightened sometimes. خلي بالك طالما قال لي بيشعر فلازم اقول frightened, frightened يعني اشعر بالخوف. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي I can't go out with you, يعني انا ما اقدرش اخرج معاك بكره. I visit my grandparents, طالما مش هقدر اخرج معاك يبقى لازم اقول I'm visiting, يعني انا حزور. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي you have a party next week, I'd like to come, يعني انت هتعمل حفلة, يعني انت مرتب ليها, لازم اقول حبايبي you are having, تاني you are having. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. ده لو ما كنتش شاركت في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. ولو ما كنتش متابعنا من الاول هتدخل على صندوق الوصف هتلاقي كل الحلقات من اول ما بدأنا. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد, واستنانا في الحلقة الجاية مع الدرس الثالث والرابع. جود باي, السلام عليكم.